بداية اكتبوا لي أن أتقدم إليكم ومن خلالكم وإلى كافة المواطنين بأحر التهاني بمناسبة رمضان. أسأل الله أن يهله على مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس باليمن والبركات وعلى كافة المواطنين. فيما يلي نص البلاغ الصحفي: انعقد يومه الخميس 3 من رمضان 1445 الموافق ل 14 مارس 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية. وفي بداية أشغال هذا المجلس تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024، قدمه السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأفاد العرض أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، كما تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة. كما أبرز العرض أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية، قد مكن برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل. وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية، وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية. كما تحرص وزارة الفلاحة على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم 22-78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام الصادر في سنة 2021 على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ومعالجتها وتحليلها ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، كما سيمكن أيضا من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها وإنتاج المعلومة المحاسباتية المالية والاقتصادية المتعلقة بها.
إلى ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم 223723 بتغيير المرسوم رقم 213325 الصادر في 20 من رجب 1435 الموافق ل 20 ماي 2014 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني قدمه السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير الرامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطيع الوطني والحفاظ عليها من خلال تحديد خصائص سلالات مختلف أنواع الأصناف الحيوانية المحلية المرتبطة ببيئاتها الحيوية، ووضع برنامج خاصة تهدف إلى حماية الموارد الجينية لأصناف الحيوانات المحلية والحفاظ عليها، وذلك من أجل التحسين الوراثي لهذه الأصناف مع منح مساعدة الدولة في إطار التنظيم الجاري به العمل في مجال تشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني قصد دعم البرامج المذكورة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 213325 من خلال التنصيص على تحديد المناطق الجغرافية المسمات مهد السلالات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة من أجل دعم حماية بعض الأصناف الحيوانية المحلية والحفاظ عليها. وانتقل مجلس الحكومة للاطلاع على اتفاقيات دولية قدمها السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بأولا اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة كمبوديا الموقع بالرباط في 27 مارس 2023، ومشروع قانون رقم 1723 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تعزيز نظام طيران دولي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي ورغبتهما في المساهمة في تطوير الخدمات الجوية الدولية من خلال وضع شبكات نقل جوي قادرة على تقديم خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين. ثانيا اتفاق بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخل المغرب بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية الموقع بالرباط في 16 يناير 2023، ومشروع قانون رقم 1923 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. ويأتي هذا الاتفاق تبعا لقرار المجلس الإداري للمعهد الذي يمكن هذا الأخير من تغيير مقره الدائم من الأراضي السويسرية جنيف إلى بلد إفريقي، وبموجب هذا الاتفاق الذي يحدد الشروط العامة والمسائل المتعلقة بإحداث وتسيير المقر الدائم للمعهد بالمغرب، يعمل المعهد على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية بصفة عامة من خلال الأبحاث العلمية والدعم الاستشاري وتكوين أطر أفارقة قادرين على تولي مسؤولية العمل التي يتعين القيام بها مع السكان على مختلف المستويات قصد النهوض بهم وتحسين ظروفهم المعيشية. إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.